الحوار والمناقش بس، لا نسأل واحد هيجاوب هيقول انا فلان اللي هجاوب. تمام، جاهزون؟ طيب، ماذا أراد أبو أحمد؟ اتصال هذا البلاد اتفضل يا بلال. هذا البلاد أراد أبو أحمد أن اتصل على جد احنا قلنا هنمشي هنمشي أن يهاتف في فيديو ولده يتكلم ما يقدر في يتكلم. قريتي ليطمئن عليه. أحسنت. طيب، ماذا حدث للهاتف؟ من يجيب علي؟ فراج، يا فراج، الأستاذ ماذا حدث للهاتف؟ عندما أراد أبو أحمد أن نريد أن نسمع فراج، ماذا حدث للهاتف عندما أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية؟ فراج، طيب هتان، معنا يا هتان؟ ماذا حدث للهاتف يا فراج؟ طيب نسمع أحمد، ماذا حدث للهاتف؟ معايا؟ قلنا ماذا أراد أبو أحمد؟ بلال أجب علي. يا بلال، نعم قل يا بلال ماذا أراد أبو أحمد؟ نعم أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه. أحسن. طيب ماذا حدث للهاتف؟ عبد الله، ماذا حدث للهاتف؟ تعذر بسبب تعطل الهاتف. تمام، طيب كيف اتصل الوالد والد أحمد على والده؟ اتفضل. بالهاتف المحمول. بالهاتف المحمول. بالهاتف المحمول. بارك الله فيكم جميعا، اتصل بالهاتف المحمول. طيب، لماذا أراد أبو أحمد أن يهاتف والده؟ لماذا؟ يطمئن عليه. ممتاز، بارك الله فيك. طيب أنا عاوز من السطر الأول، أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه، أريد كلمة تنتهي بهاء. والده وعلي، ما شاء الله، أحسنت يا عبد الملك وأحسنت جميع، ممتاز. طب أريد كلمة بها همزة قاطع، كلمة بها همزة قاطع. أراد القرية. ماشي يا بلال وفراج، وإيه كمان؟ أحمد. تمام، طب نريد كلمة بها همزة وصل. اتصل
الطفل لا أنا عاوز من السطر الأول، من السطر الأول. القرية 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 بارك الله فيك. طيب ما جمع كلمة القرية؟ القرية ما جمع كلمة القرية يا براء؟ القرى القرى القرى. أسأل براء، أسأل براء. الكرة الكرة. احنا كنا يا عبد الله، عبد الله يا عبد الله اريد ان اسالك انت معايا. ما جمع الهاتف؟ الهواتف. الهواتف. اجاب احمد واجاب فراج. هتان ايوه انت معانا هتان، سمعنا؟ طيب يبدو ان عندك عطل في الهاتف يا فهد. اريدك ان تقرا لي هذه الكلمه، اول كلمه دي. اراد أراد. أحسنت أحسنت أنت فهد وفراج بارك الله فيك. طيب لما لا تتحدث إليه عبر هاتفه المحمول يا أبي؟ ما نوع هذا الأسلوب يا عبد الله؟ استفهام. أسلوب أسلوب استفهام. أحسنت. طيب كلمة اتصل، اتصل ما نوع الهمزة بها؟ همزة وصل. طيب كلمة الأب مفرد أم جمع؟ مفرد. مفرد. من مفرد. طب من يأتيني بجمع كلمة الأب؟ منور يا عبد الملك. الآباء. 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 طيب كلمة الجد، الجد مفرد أم جمع؟ مفرد. طيب انا اريد عبد الملك ياتيني بجمع كلمه الجد، او عبد الله جمع الجد. يا عبد الله اجداد. 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 الاجداد. احسنت. طيب من يقرأ لي السطر الأول قراءة صحيحة ومعبرة؟ استاذنا استاذنا. من غير بلال؟ أراد أبو أحمد أن يهاتف والده القرية ليطمئن عليه. أحسنت يا بلال. نسمع سلطان. أراد أبو أحمد أن يهاتف والده في القرية ليطمئن عليه. رائع. براء. طب فراج، نسمع فراج. أراد الأب أحمد أن يتصل. أن إيه؟ أن إيه؟ أن وهاتف. ايوه. والده في القرية ليطمئن عليه. احسنت. عبد الله. اراد ابو احمد ان هاتف ان هاتف أيوة والده في القرية ليطمئن عليه. طيب أحسن. ما جمع كلمة القرية؟ قريات. القرى. 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 بارك الله فيكم. قلناها مرة ثانية. بارك الله فيكم ما شاء الله. طيب تعثر، ما معنى تعثر؟ تعطل.
تعطل تعطل تعطل. بارك الله فيكم يا أبطال. طيب أنا أحسنتم. أنا عاوز أشوف معايا مين اللي معايا يقول اسمه. عبد الله وأحمد وسلطان فراد وفراد وبلال وفهد ونشد وبراء. ممتاز. مازن ما ليس معنا اليوم. وعبد الملك. ايوه عبد الملك. لا عبد الملك عبد الملك كان معنا الان. اين ذهب؟ وهتان. طيب تمام.